لا جديد يذكر على الصعيد الأمني، تنسيق على المستوى بين مختلف الصنوف الأمنية وتأكيد على نجاح الخطة الموضوعة. أما فنيا فمنذ لحظة الاقتراع الأولى لم تسجل خروقات تذكر داخل أو خارج المراكز الانتخابية. 10 محطات انفتحت الساعة 7 بصورة رسمية صحيحة، ما عندنا أي مشكلة بالأجهزة، لكن حدث عندنا مشكلة بمحطة وتمت معالجتها من فريق الصيانة من بغداد، والحمد لله هسه المحطات كلها ماشية بصورة صحيحة. القبال كل الزين عندنا بالمحطة، كل الزين، يعني القوات الأمنية موجهة الناخبين بصورة صحيحة، يعني ما عندنا مشكلة منع دخول النقالات، أي ترويج سياسي. الوضع طبيعي بشكل عام كأمن أو كمراقبات فنية، يعني الوضع بشكل تام، يعني لا يوجد مضايقات ولا يوجد أي شيء. الأمن ما شاء الله عليهم، يعني كلش حبابين ولاكو تدخل بأي شيء. واختلافا عن ساعات الصباح الأولى، تصاعدت تدريجيا أعداد الناخبين، فبدأ التوجه بأعداد أكثر برغبة التغيير. فحديث أهالي البصرة لا يخرج من إطار الضرورة بإزاحة المجربين واختيار المستقلين غير المتحزبين، أملا منهم بغد أفضل. التغيير لابد من التغيير، لأن يعني العقبة السابقة شفنا الولايات ما تطور، صح أكو تطور بسيط بس ما، فلابد أن كل مواطن عراقي أن يحذو هذه الخطوة الجبارة لتحقيق أمل المنتظر للمستقبل الزاهر إن شاء الله. غير مجربي، جديد على الساحة، شكرا إن شاء الله ومستقل. نعم، وإن شاء الله يحقق الشيء اللي نرغب فيه وهو التغيير الكامل. يشار إلى أن الرقابة الدولية توزعت بمختلف مراكز البصرة الانتخابية وبشكل دوري، ضمانا لتسجيل الدخول لمحطات انتخابية أكثر خلال أوقات الذروة. تجربة ديمقراطية خالية من الخروقات بشهادة المراقبين المحليين والدوليين وبرغبة الناخبين هي الخطوة الحاسمة للتغيير الجذري باختيار غير المجربين هذه المرة. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.